المعزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكل متابعي الكرة والجماهير في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. النهاردة حلقة مثيرة جدا 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 ان شاء الله تعجبكم، ومعانا نجم كبير بحجم الكابتن حسام عبد المنعم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر المشارك في كاس الامم الافريقيه العام 2000. عام 2000 يا كابتن؟ 2000. وطبعا جمهور الزمالك ما بينساش اغلى هدف لجماهير نادي الزمالك، مباراه الاسماعيلي والزمالك كابتن حسام عبد المنعم، وحصول نادي الزمالك على بطوله الدوري العام موسم 2002 كان بهدف الكابتن حسام عبد المنعم. منور الدنيا يا كابتن حسام، منور برنامج الكره والجماهير. انتوا دايما منورين، وحضرتك دايما منور ومتالق دايما، واميره وفريق الاعداد وفريق العمل كله بصراحه حاجه مشرفه وحاجه جميله. انا متشرف ان انا اكون موجود معاكم برده ومع حضرتك. انت عارف حبيبي يا كابتن حسام، حبيبي يا كابتن حسام والله. ده من ذوقك يا كابتن حسام. ان شاء الله حلقه تعجب الجمهور النهارده ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، احنا عندنا النهارده فقرتين. الفقره الاولى تكون اسئله عن الموجودة أو المصارة في الوسط الرياضي الآن، والفقرة الثانية هتبقى تصريح وتعليق. هنبدأ أول سؤال مع الكابتن حسام عبد المنعم. البداية كانت بالمفاجأة التي انتظرها الملايين، وليس جمهور الزمالك فقط، جمهور الزمالك وجمهور النادي الأهلي. المستشار حضر مفاجأة يوم 9/7 اللي هو الاحتفال بنادي القرن، ومع الاحتفال هيبقى فيه مفاجأة مدوية او ما يقال صفقه القرن. ايه رايك في المفاجاه دي يا كابتن حسام؟ بص يا كابتن احمد، هو المشكله ان احنا اقاويل كتيره الفتره اللي فاتت. طبعا هي المفاجاه عشان برضو الجمهور اللي متابعنا يعرف ان المفاجاه ان هي شعار، يعني الزمالك قدم طلب في وزاره التموين ان احنا نادي القرن الحقيقي. لا. فانت ايه تعليقك على المفاجاه دي اللي كان خيبت ظن الجمهور يا كابتن حسام من الاخر برضه؟ لان انت عارف الجمهور بيحب الصفقات، كابتن حسام عبد المنعم، كابتن عمرو انور. صح. كابتن رضا عبعال، كابتن اسماعيل يوسف، ناس طبعا الجمهور بيبقى متابع الاحداث. طبيعي. وخصوصا احنا عندنا في اسماء ترددت. لا. ودي لسه هنجيلها عندنا في الاسئله. فانا عايز من حضرتك، وانا عارف ان انت محايد جدا وحقاني جدا يا كابتن حسام، انت شايف الدنيا رايحه فين، وخصوصا في انتظار الملايين للمفاجأة اللي كان هيعملها المستشار مرتضى منصور؟ بص حضرتك يا كابتن احمد، هو الفكره ان انت قبل ما نطلع على الهواء بنقول ان انت ما فيش، يعني انت بتدور على مطلبك وبتدور على حقك. حتى لو بعد حين، يعني حتى لو بعد عمر طويل، دي حاجه تحسب للمستشار مرتضى منصور. تحسب له؟ طبعا. تمام. ايجابيا تحسب له. تمام. لانه بيدور على حق، وخصوصا ده حق مكتسب بدور عليه. لو في مستند ونقول ان احنا نادي القرن الحقيقي، لا يبقى ايا كانت الطريقه يا كابتن حسام. لا، من 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 جهه حكوميه، زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي في سؤالك، مثلا بتقول لي وزاره التموين. ايوه. او التجاره والتموين. التجاره الخارجيه. او التجاره الداخليه. سؤال. الداخليه. الداخليه. فهو دلوقتي احنا مش عارفين هل القرار بيطلع من مين، من انهي جهه، الجهه الحكوميه ايه هي. تمام. احنا عمالين في لغط، الدنيا واخدانا مش عارفين الدنيا بس هو في الاول والاخر بيدور على حق النادي. بالظبط. وده اللي احنا قلناه. انا بدور على حق النادي حتى لو بعد حين، او لو بعد سنه او سنتين. تمام. او 20 سنه زي ما احنا قلنا. تمام. بس هو في الاول والاخر بيدور عليه لحد. تمام. ما يظهر كابتن احمد سبب، ويبقى وصلنا لسبب او ورقه مستند رسمي. أيوة. من. أيوة. جهه رسميه، ويقول ان نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي. ده نقول ان احنا طبعا نبقى مبسوطين جدا، لان. تمام. بيتنا ونادي كبير. طب هو الافضل يروح لوزاره التموين ويكتب طلب اللي هو رسوم سداد الطلب ده كابتن حسام 117 جنيه، ولا الاولى كان يروح بالملف اللي قال عليه الجمهور ويطلع بيه للمحكمه الدوليه في سويسرا؟ انه الافضل. لا، الافضل ان انا بروح على الجهه الحكوميه اللي تقدر توصل لي المستند رسمي، وهي المحكمه الدوليه. والمنوطه بالقرار طبعا. يعني انا النهارده هو طالع منين؟ القرار من الاتحاد الافريقي. المفروض الاتحاد الافريقي. بس انا لما باخد المستند ممكن اخده من المحكمه الدوليه، وخصوصا ان في نزاع او في مشكله ما بين ناديين كبار. بعد ما بترفع القضيه. بالظبط. بتستنى النتيجه بتاعه القرار. بالزبط. انت ليك حق او مالكش. بالظبط. بناء عليه بتروح، اذا خدت انت يعني المحكمه انصفتك حكمت كده او كده، خلاص بقى لو كده او كده. بالظبط. بتطلع بقى بعد كده في اجراءات تسجيلها. بالظبط. انما انت رايح تسجل على طول، دي مباشره، دي يعني كانت صعبه. دي برضو عامله قلق يعني. بالزبط. النهارده، وبعدين النهارده المشكله الجمهور النهارده، انا بشفق على الجمهور المصري. ليه بقى يا كابتن حسام؟ جمهور الزمالك هو شايف المستشار صح.
جمهور النادي الاهلي شايفه طول الوقت غلط. طبيعي. طيب احنا اما يبقى عندنا قامات كبيره زي الكابتن المستشار مرتضى منصور والكابتن محمود الخطيب الناس الكبيره والناس القامات اللي احنا المفروض دول يبقوا قدوه للشعب المصري، طيب تصرفاتهم النهارده يعني انت اكيد متابع برضه يا كابتن حسام، هنروح لحته ثانيه. فيديو الزملكاويه بيقول لك مفبرك، النادي الاهلي بيقول لك لا ده حقيقي. في بلاغات اتقدمت للنائب العام، الدنيا حتى المستشار من ساعه كذب الفيديو واتهم اخرين مصريين ان هم بيتامروا مع قطر او بيتامروا في على البلد. طبعا ده كله ده عبث في الرياضه المصريه. طبعا. احنا انت كلاعب كره يا كابتن حسام انت مثال، انت مخنوق من جوه، يعني ده مش الوسط الرياضي المناسب ان احنا نقدم فيه رياضه كويسه. بالظبط. ولا تختلف معايا؟ صعب جدا. انا بقول لحضرتك يعني كانت قلتها في اكتر من قناه يعني تمام، انه كان لازم بعد بطوله السوبر المصري اللي اتلعبت في الامارات واللي كسبها نادي الزمالك، وكانت بطوله لما جينا هنا بعد الاحداث طبعا اللي حصلت في المباراه والمراسم اللي حصلت بعديها، كان من الطبيعي كان لازم يبقى هنا في العقلاء سياده الوزير اشرف بيه صبحي يجيب كابتن محمود الخطيب القيمه المايسترو الكبير. احنا نادينا بكده والله من هنا كابتن، والله قلتها والله العظيم. و المستشار مرتضى سياده المستشار مرتضى منصور، ولازم يبقى فيه وما كانش توحيد للصفوف في الوقت ده. طبعا لازم توحيد للصفوف في الوقت ده، طبعا كان في احتقان ما بين الاثنين. أيوة. والمراسم اللي حصلت والمنظر، فكان لازم، وخصوصا ان انت كمان تعمدت كنجنه رباعيه ولا نجنه خماسيه بتاعت الاتحاد ان انت تصر على ان انت تعمل مباراة اللي كانت مؤجلة ما بين الأهلي والزمالك بعد الرجوع اللي تم انسحاب الزمالك فيها برضه. طبعا أيوة. ما كانش ينفع. هو فيك برضه في مشكلة عندنا الوقت يا كابتن حسام، خلصنا مثلا هنلعب الدوري، لا مش هنلعب الدوري، وخدنا فيه شوط طويل قوي، وإيه بقى مواقع السوشيال ميديا زي ما أنت فاهم، لا أنا مع الزمالك لا أنا مع الأهلي. خلصنا حاجة تانية. القرن حاجة تانية. من المدير الفني عدنا حسام حسن ولا إيهاب جلال ولا حسام يعني البدر ولا بصراحة لما تيجي تبص كده على بنطول الأحداث في الحاجة. بنطول وبنتكلم كتير، وبعدين بقينا عاملين إيه بقى فريقين، يعني فريق ضد وفريق مع، وفريق قاعد يتفرج على الاثنين. يعني بصراحة الوضع ده مش مناخ رياضي أبدا. بالزبط. الرياضة تهذيب للنفوس. تمام يا كابتن حسام، اخلاق في الاول والاخر كمان يعني. انت بتاخد بطوله بقول لك الف مبروك، وانت بتقول لي هارد لك، وبشوف انا والله قلتها يا جماعه ايه المشكله. وتعالى يعني كان المفروض اللجنه الخماسيه زي ما بقول لحضرتك كمل الموضوع ان هاي. كان لازم ما ينفعش المباراه تتعمل تتلعب. تمام. لان الاثنين طالعين من اجواء، وكان في كمان كروت حمراء وكانوا لسه جايين من المباراه برضو يا استاذ كابتن احمد. ده كان في كان في قبليها احداث حصلت هناك، وكان في كارت احمر وطارق حامد وكهربا واللي ضربوا بعض، كان في احداث في السوبر. تيجي هنا تقول لي العب الماتش المؤجل من الاسبوع الخامس ولا السادس؟ تمام. طبعا كان، فاحنا بنتكلم على الرياضه المصريه. أيوة. احنا عايزين الرياضه المصريه ترتقي، عندنا صح. منتخبات، عندنا بطولات داخلين فيها، عندنا أيوة. منتخب اولمبي عنده بطوله مهمه جدا. أيوة. عندنا دوري عايز يكمل وعايزين نكمله، عندنا اكل عيش ناس رياضه. تخيل لما حضرتك يبقى في رمضان ما نتفرجش على كوره، في رمضان ما بنلعبش احنا كوره، احنا خماسي والفتره اللي كانت فيها الفيروس كورونا وقصه، فالنشاط رجع الحمد لله خلاص بدا واحده واحده. نحاول بقى بقدر الامكان يبقى في احترازات، يبقى احنا خايفين والناس واللعيبه وكل واحد خايف على اسرته وخايف على بيته، لان هي انا قلتها الموضوع مطول، الموضوع كورونا مطول، فاحنا من الطبيعي. اتفضل. طب ناخد معانا مداخله. اتفضل. كابتن رضا عبعال. احمد ازي حضرتك يا نجم مصر، انت منور برنامج الكره والجماهير. والله انت اللي منور، ومعاك طبعا حسام عبد المنعم من احسن الشخصيات حبيبي احسن اللعيبه اللي جت حبيبي الحته كابتن. اللي هي الدفاعيه اللي جت ورا ويطلع يكمل ويجيب جوان سواء برجله ولا بدماغه. لا وبيجيب بالهيدرز بقى كابتن رضا وبتاع. انا لسه بقول لك اهو بدماغه وبرجله، يعني كان لعيب متكامل يعني. انا دماغي من فوق. عايز حضرتك يا كابتن بقى يبقى انت المايسترو اللي في نص الملعب اللي بتعمل الشغل. بتفرج النهارده على مباراه على قناة الزمالك، مباراة الزمالك والمصري. لا يعني حاجات بقى لو معاه انا هفكره انا هفكره بتعليق جميل قوي. يعني كابتن رضا، كابتن رضا طبعا وماشة تانية. كابتن رضا عبعال الله يديله الصحة، كابتن ميمي الشربيني، كابتن ميمي الشربيني في مباراة الاهلي والزمالك. بس للاسف خسرته 2-1 برضه يا كابتن رضا.
طبعا انت عارف ان في الماتشات دي ما كنتش تعرف مين هيكسب برغم ان كان الزمالك متفوق. انتوا كنتوا جيل جميل يا كابتن رضا، وكان يعني يكفي ان احنا كنا بنستمتع بالجيل بتاع حضرتك كل يعني، مثلا كابتن رضا عبد العال، كابتن حماده عبد لطيف، كابتن جمال عبد الحميد، الناحيه الثانيه عبد الجليل، وليد صلاح. يعني بصراحه بجد يعني. طيب انت حضرتك يا كابتن رضا، وانا عارف ان انت عندك الجراءه في كل البرامج وعلى الهوا لا تميل لاي طرف، المشهد الاخير اللي انت حضرتك شايفه دلوقتي، ملف القرن بقى حقيقه نادي القرن، انت وجهه نظرك ايه يا كابتن رضا وشايفه ازاي؟ ما انا وجهه نظري في الموضوع ده لا قيمه لا يا استاذ احمد. لا يا كابتن رضا، انت نجم كبير يا كابتن رضا، انت نجم انت نجم. احنا مش عايزين نظلم حد يعني، نادي الزمالك في الوقت ده كان واخد 9 بطولات والاهلي واخد 7، تمام، واخد بال حضرتك، وانت عارف ان كان ساعتها في الاتحاد. احنا مش عايزين نرجع للكلام ده لان كله كلام. احنا دلوقتي اللي هيحكمنا حاجه واحده يا استاذ احمد، عشان بس ما نزعلش حد، انا ما بيمنيش حد يزعل، بس احنا بنقول الحق. تمام. احنا دلوقتي الزمالك لجأ للمحكمه الرياضيه، خلاص المحكمه الرياضيه هتقول كلمتها، وبعد كده عشان نريح دماغنا سواء جماهير الاهلي او جماهير الزمالك واللي هي شايفه ان هو بطل القرن الحقيقي ياخده، واهلا وسهلا بيه، وكده مصري وكده مصري. انا بشكر حضرتك في الراي ده لسبب يا كابتن رضا، انت حضرتك بتحسم الجدل في محكمه رياضيه تقول مين بالضبط. الاحق، مين الاحق ببطل القرن بالظبط يا استاذ احمد، لان لا انا رايي هيودي ولا هيجيب. تمام. ودلوقتي طالما ان نادي الزمالك خطأ الخطوات اللي هي القانونية، خلاص ننتظر المحكمة الرياضية تقول مين، بعد ما طبعا نادي الزمالك قدم لها أوراقه، والنادي الأهلي طبعا هو نادي القرن اللي هو معروف من 20 سنة، بعد كده هي هتقول كلمتها، هتريح الطرفين عشان تمام. ما يبقاش في جدل تاني ولا صراع ولا نزاع، ونبقى نفكر بقى بعد الكورونا نعمل ايه. انا بطالب برضو من حضرتك يا كابتن رضا، حضرتك يعني نجم كبير ولك شعبيه طائله، سواء بقى من النادي الاهلي او من نادي الزمالك، لان انت احد اللعيبه اللي لبست تيشيرت نادي الزمالك وتيشيرت النادي الاهلي، يا ريت حضرتك تكون نموذج، يعني احنا بنحتذي بحضرتك في الاخلاق الرياضيه، في شحن موجود جامد جدا جدا والله جدا. قلت الكلام ده يا استاذ احمد معذرة لقطع كلامك، اتفضل. انا قلت الكلام ده من حوالي شهرين، ايوه، في البرنامج اللي بطلع فيه على قناة تن. تمام. قلت دلوقتي جاء دور رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، دولت اكبر ناس في البلد، ان هم يقعدوا مع المستشار مرتضى ومع كابتن محمود الخطيب. تمام. لان دي فتنة هتودينا في حتة تانية فعلا، لان البلد مش مستاهلة، مش مستاهلة دي. رقم واحد. رقم اتنين، ان الهيئة الوطنية ليها كل الاحترام والتقدير، في برنامجين في سواء في قناه الزمالك او قناه النادي الاهلي يمشوه على معايير معينه، لن تجيب سيره نادي الزمالك ولن تجيب سيره النادي الاهلي. انت متابع بقى، هو انت متابع كده برنامج الكره والجماهير يا كابتن رضا؟ لان دي مطالبنا للسيد الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، وبرضه لمعالي وزير رئيس الوزراء، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. لان بص اقول لحضرتك على حاجه، اللي ملوش كبير لازم يشتري له كبير. فعلا يا كابتن. واحنا البلد دي دلوقتي انت شايف، ربنا يكون في عوننا، عندنا سينا، عندنا اثيوبيا، عندنا ليبيا، عندنا كورونا، فالبلد مش مستاهله، مش مستحمله. ما يجيش كمان ما يجيش كمان الاهلي والزمالك اللي هي متعه الجماهير، ان يبقى في خلاف بالشكل ده. مظبوط. وبعدين في حاجه يا كابتن رضا، للاسف كابتن رضا عبد العال النهارده، اما انا كراجل مشجع منتظر مثلا كابتن رضا النهارده محلل او عامل مداخله في برنامج رياضي، احنا ما عدناش بنتكلم عن الكوره يا كابتن رضا، كل كلامنا عن الكوره مشاكل هنلعب. ايوه، عشان هم ودونا في حته يا استاذ احمد بعد اذن حضرتك. اتفضل. وللاسف في اعلاميين بيروجوا ليها، ما هي مصالح، كلها مصالح شخصيه يا كابتن رضا والله. طيب ما احنا البلد مش مستحله، مش مستحمله فعلا. ولا يعني احنا بصراحه في ظروف ربنا اللي هو اللي اعلم بينا يا استاذ احمد. يعني انا فاكر انا فاكر تصريح للكابتن رضا مثلا لمنتخب مصر، وكان تحدي صريح على الهواء، قال منتخب مصر هياخد 0. بس حضرتك بتتكلم كوره، يعني انت مش يعني انت ما تتمناش ان منتخب مصر ياخد 0 طبعا، ولكن حضرتك بتحلل ان انت الوضع احنا امكانياتنا كده. ما عد غنمك يا جحا. تمام. يعني يا استاذ احمد عد غنمك. تمام. احنا شايفين الراجل
معتمد على لعيبه معينه في البطوله الافريقيه ما خدوهاش. أيوه. يبقى انت في المدارس المختلفه مع قوه الفرق مع مش عايز اقول لك بقى احدث طرق التدريبيه والفنيه والتكتيكيه والذهنيه هتقابلها. أيوه. طب انت دلوقتي على افريقيا احنا مثلا متسيدين ما خدناهاش. أيوه. طب لما هنروح بقى للمدارس دي ايه اللي هيحصل؟ وكان عند حضرتك رؤيه برضه يا كابتن وما خيبتش الظن وكانت النتيجه كده لان احنا ايوه لان انا عارف. بص يا استاذ احمد اتفضل. كوبر كان بيلعب قدام غانا. أيوة. زي قدام سيرس الليان زي قدام صريح انت صراحتك احنا بنحب فيك صراحتك والله يا كابتن رضا دي حقيقه. انا بقول لك اهو يعني هو ما فيش مثلا تغيير في نمط قدام مثلا فرقه ضعيفه هيهاجم. ادينا احساس. تمام. ادينا احساس ان احنا عايزين مره نبقى في ال 18 بتاع الفرقه الثانيه حسسنا بوجودنا. تمام. واخد بالك؟ فعشان كده ما كناش بنجيب اجوان الا عن طريق صلاح، وصلاح طبعا كان ربنا يكرمه ياخدها. أوه. ويجري بيها ياخد ضربه جزاء يا اما مثلا يجيب جون بشق الانفس. طب انت فين بعد كده؟ ما انت بقالك ثلاث سنين بتمرن الناس دي، ما في حاجه اسمها جمل تكتيكيه. يمكن حسام عبد المنعم يقول لك الكلام ده. اكيد. ايوه ايوه واخد بالك؟ لان انا مثلا او حسام او اي مدرب دلوقتي لما بتيجي تمسك فرقه اول حاجه بتعملها ان انت ازاي تعرف فرقتك توصل لمرمى الخصم. دي اول حاجه بتعملها. تمام. سيبك بقى لان احنا بقالنا 50 سنه بنقول للناس ان ازاي تقف وما يخشش فيك جول. تمام. لا طب احنا عايزين بقى احنا الفعل مش رد الفعل. احنا عايزين اللي نهاجم الاول. طيب احنا عايزين نهاجم الاول تدي الثقه للعيبه والصلاحيه للعيبه ان انت تنزع منهم حته الخوف اللي هي ما تدافعش. لا انا عايز انزل اجيب جول ولما اجيب جول ابقى دافع بعد كده، بس انا حققت الهدف ان انا كسبت فعايز احافظ على المكسب. يا عم اعمل اللي انت عايزه كده يبقى براحتك. ايوه. انما هو من اول دقيقه بيخلي الفرق تركب علينا لان مديها احساس ان احنا مش هنهاجم. صح. احنا بندافع بس. دفعين. عشان طيب. كده كنا ملطشه الفرق. طب انت شايف تجربه يعني ادوا الفرصه دلوقتي اتحاد الكره للكابتن حسام البدري ان يقود منتخب مصر، هل المدرب المصري في الوقت ده هو الافضل يا كابتن رضا؟ بص هو لمنتخب مصر دايما وعلى مدار الاجيال كلها ما فيش الا هو مايكل سميث اللي خد البطوله بتاعه افريقيا بس. تمام. وعندنا بس كان معاه تيم طبعا حدث ولا حرج. وعندنا الكابتن حسن شحاته. لا ده انا بكلمك بس الاجنبي، انما تعالى بقى بالتاريخ كده. أيوه. للمدربين المصريين هتلاقي كل الانجازات على ايد المدربين. المدرب الوطني حسن شحاته، الكابتن جوهري، واخد بال حضرتك؟ هو طبعا الكابتن حسام معذور لان برضه لما جه كمان دخل الكورونا. أيوه. يعني النشاط وقف. يعني يعني الله يكون في عون اي حد بقى ان انت دلوقتي مش عارف تبدا امتى ولا تلعب امتى ولا الماتشات. حتى كمان افريقيا كمان اتلغت، الامم الافريقيه اتاجلت لسنه 2021. طب انا هسال حضرتك سؤال برضو يعني هو مش محرج ولا حاجه يا كابتن رضا، بس ده والله بجد يعني ده لسان حال الجمهور المصري. اسال اللي انت عايزه مفيش احراج. امتى امتى نشوف الكابتن رضا عبد العال مدير فني نادي الزمالك او مدير فني للنادي الاهلي او مدير فني لمنتخب مصر؟ مش هتشوف. شايف الصراحه مش هشوف قولا واحدا. انا عارف ان ايوه ليه بقى؟ آه. لان مشكلتنا في مصر هنا. ايوه. السبوبه انا بقولها لك سواء في المنتخب سواء. أيوه. في طبعا الاهلي والزمالك مختلفين. يمكن حسام يقول لك في الحته دي هم دايما جماهيرهم عايزه مدرب اجنبي. صح. يعني كابتن حسن شحاته بجلاله قدره لما راح نادي الزمالك بعد البطولات اللي خدها والكلام ده. الجمهور قلب عليه ان هو خسر كاس مصر. صح يا كابتن. فما ينفعش. صح. واخد بال حضرتك؟ فهو جمهور الاهلي والزمالك لا يرضى الا بالمدرب الاجنبي. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. فاستثنى الاهلي والزمالك. على المنتخب مصر انت كان عندك خمس مدربين مرشحين. ايوه. السنه دي كان عندك خمس مدربين مصريين. فعلا دي حقيقه. مصريين. واخد بال حضرتك؟ كان الكابتن حسن شحاته طبعا عشان دمه تقيل بتاع ربنا وراجل فاهم ما بيحبش حد يتدخل في شغله استبعدوه. صح. صح يا تعالى بقى خش. كان الكابتن حسام حسن، الكابتن ايهاب جلال. صح. الكابتن حسام البدري كان اخر واحد في الترشيحات. الكابتن حسام البدري كان كمان قبليه عماد النحاس. ايوه. مش هم الخمسه دول اللي كانوا مترشحين؟ وكان في كابتن طارق العشري. لا لا خالص. لا. ما دخلش. ما دخلش. لا. ده ما دخلش. فادي الكابتن حسن مستبعد بقى الاربعه بقى حسام حسن، ايهاب جلال، عماد النحاس، كابتن حسام البدري اخر واحد. صح. تخيل ان هم كانوا هيدوها للكابتن ايهاب جلال. طب بناء على ايه وهو اصلا هيهبط المصري؟ خرج من بطولة افريقيا
طب هو مين اللي بيرشح الاسماء دي يا كابتن رضا؟ على هوا على هوا الناس يا استاذ احمد. ايوه مش دي مش امكانيات بقى ولا ان هي كفاءات. ايوه ده انا مش حابب حسن شحاته خلاص، هو خد مني موقف ومشاني من المقاولين، وايام ما كان ماسك المنتخب ما كانش بيضمني، لا ده ما يجيش وعلى جثتي. وللاسف بقيه اللجنه مشيت وراه. ايوه جه بعد كده كان ايهاب جلال. طب ايهاب جلال عايز جهازة. مع كل الاحترام والتقدير هبط المصري وخرجه من البطوله الافريقيه وكل الكلام ده تمام، واخد بال حضرتك؟ ادي الشق. طب الشق الثاني بقى ان الراجل ما بيقولش السلام الجمهوري الوطني بتاع منتخب مصر، لما تيجي تقول بلادي 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 لك حب وفؤادي، هو مش هيقولها لان اصلا بيميل لحته ثانيه، واخد بالك؟ وهو كان اقوى واحد مرشح تمام، واخد بالك؟ وبعد كده عماد النحاس نفس القصه. ايوه بيقول ثانيه خالص، وكان بيقف في رابعه والنهضه وانتوا عارفين. ايوه واخد بال حضرتك؟ ايوه فطبعا لما قلنا الكلام دوت وما ينفعش، ده الناس دي ما بتقولش السلام الوطني، فقال لك الكابتن حسام البدري. ايوه واخد بال حضرتك؟ تمام. فهل يتم الاختيارات على حسب الاهواء ولا الكفاءات؟ طبعا فهو ده اللي دايما مأخرنا ومخلينا دايما عمرنا هنقعد كل مره 28 سنه و30 سنه و40 سنه عشان نوصل كاس عالم. ايوه انما انت بالكفاءات اللي يعني انت مثلا عندك واحد زي محمد صلاح ده يكون مثلا مكسر الدنيا في العالم كله. ايوه منتخبه ما يجيش كل دوره وهو موجود اللي نوصل كاس عالم، ده اقل تقدير لو احنا بنخطط صح. طب هقول لك على حاجه ثانيه. اتفضل يا كابتن. احنا في 2010 يا استاذ احمد احنا واصلين كاس عالم. ايوه بس منه لله اللي راح مضى الجون بجون في ماتش الجزائر، منه لله. ايوه وانا دايما بدعي اقسم بالله في كل صلاه لان ضيع جيل كان هيحقق للكره المصريه مع المدرب حسن شحاته اللي انت ما تتخيلوش ولا انا نتخيل، كنا هنفضل نحلم بيها ونقعد نكسر زي الكاميرون كده اما وصلت قبل النهائي، وزي مثلا السنغال، وزي هي الفرقه دي احسن مننا. صح ده احنا كان عندنا جيل كلاعب الكوره كان كل واحد في مركزه عبقري. تمام واخد بالك؟ بدليل ان احنا في البطوله اللي هي بتاعه القارات لما لعبنا البرازيل وايطاليا اللي هم قمه الكوره في العالم وانت احرقتهم. ايوه باللعيبه دي، طب ما بالك بقى لو كنا رحنا كاس عالم بالثقه بالامكانيات بتاعه الكابتن حسن شحاته ولاعيبته. أيوه. حب اللعيبه لبعضها، حب اللعيبه للكابتن حسن، اقسم بالله كنا ممكن نوصل للدور قبل النهائي والدور النهائي. وكان جيل كويس وحقق ثلاث بطولات افريقيا يا كابتن. الجيل ده اتظلم عشان الراجل اللي هو خاف على كرسيه فمضى الجون بجون يا استاذ. أيوه. احمد صح. طب قبل بقى ما نختم قبل ما نختم مع حضرتك يا كابتن رضا، وانا عارف صراحتك المعهوده برضو، في مصار حاليا من الساعه 9 الصبح الفيديو المنتشر للسيد المستشار مرتضى منصور، هل الفيديو ده مفبرك ام حقيقي من وجهه نظرك يا كابتن رضا؟ بص انا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. هو طبعا الله اعلم اذا كان مفبرك ولا ايه، بس انا هقول كلمتين. ايوه الراجل كان لابس لبس شتوي واحنا دلوقتي في عز الولعه، دي رقم واحد. تمام. وبعدين الذكر اللي هو صور، طب ما تصوره من الوش، خليها من وشه. خلي صوته وصوره، خليك جريء كده وصوره وهو بيشتم الكلام ده. تمام. بس تبقى واضحانا، انما دلوقتي انت سامع صوت، وبعدين اشمعنا الايام دي؟ يعني طبعا انا مش لا اعفي مثلا مرتضى منصور ولا، بس برضه لو هو الموضوع ده عايزين خبير اصوات، ولو هو مدان لا ياخد عقابه، ما عندناش مشكله لان كده غلط. انت جميل يا كابتن رضا والله، انت حد جميل في الرياضه المصريه والله. انما يعني حته بسيطه بس كده، بص هو كان لابس شتوي وبعدين الراجل مديلك الصوت من الظهر. ايوه انت أيوه. حتى كمان التشويحات والكلام اللي مرتضى بيعملها مش ماشيه مع الكلام. لاحظ كده. أيوه. وبص دي حاجه، تاني حاجه عشان اللي يفصل فيها وديها لخبير اصوات بقى انت وحظك. طب احنا لحد امتى يا كابتن رضا، لحد امتى يا كابتن رضا هنفضل في الجدل والمشاكل والقصص والافلام؟ طول ما انت بتفتح في الماضي. ما بلاش نتكلم في الماضي لان الماضي مش عارف ايه على الراي الفنان. الماضي كله جراحه يا كابتن رضا. فانت كل ما تقول نادي القرن الدنيا هتتقلب كل. صح. طب هقول لك على حاجه. اتفضل. برضه دي حاجه لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته. ايوه انت نادي القرن من 20 سنه والناس عارفه كده. ايوه حط رجل على رجل، يركب يافطه مرتضى منصور، يركب ولا تشغل بالك. ولا في دماغي لان انا اصلا بطل القرن الحقيقي. تمام واخد بال حضرتك؟ انما قلت ان انت تجري وتروح لوزير الشباب
وتعمل مش عارف مذكره لرئاسه الوزراء، وبعدين تروح مش عارف في التموين، وتروح مش عارف. انت متوتر ليه وخايف ليه؟ يبقى انت في عله. ايوه ما تقعد يا عمي والمحكمه تقول رايها، ولما تاخد حقك بالقانون اطلع طب ورقص واعمل اللي انت عايزه. تمام يا كابتن رضا. انما هتبقى خايف ومتوتر والكلام ده يبقى فيه عله. انت انا احنا مش هينفع مداخله يا كابتن رضا، احنا عايزينك معانا في الكوره والجماهير، ايه رايك؟ دي دعوه على الهواء حبيبي. والله تحت امرك، بس انت عارف في حاجات يعني انا ما ينفعش اعمل فيديو، ما ينفعش اطلع في قناه تانية غير لما استاذن. ايوه واخد بال حضرتك. هنستأذن. انما انا طبعا يشرفني ان انا اكون مع حضرتك حبيبي. ده شرف لنا يا كابتن رضا، ده شرف لنا يا كابتن. اصلا الدينامو بتاع البرنامج ربنا يخليها لك يا رب. الله يخليك. ان شاء الله هوعدك ان باذن الله ناخد اذن وان شاء الله نكون عند حضرتك. شرفنا كابتن رضا. معلش يا حسام خدنا من وقتك، معلش يا حبيبي. كابتن سعداء بيك يا كابتن رضا. حبيبي ربنا يبارك لك كابتن. شكرا كابتن رضا، كان لعيب جامد يا كابتن حسام. اه طبعا طبعا. تحب انت النوعيات دي بقى، الكابتن رضا عبد العالي، الكابتن عمرو انور، الناس اللي هي الحريفه من الاخر. امال ايه يا كابتن احمد يعني. ودول كانوا بيتعبوكوا برضه يا كابتن. اه في نص الملعب، بس احنا كنا زكاي يعني برضه. اه يعني انت ما لحقتش كابتن رضا يا كابتن حسين؟ لا طبعا ما لحقتوش. انا بقول لك كان ليا الشرف ان انا يعني شرفني ان انا كنت العب معاه، لان انا بحب. انت كان معاك بقى الكابتن حازم امام، يعني لعبت مع كابتن حازم بقى وعبد الستار صبري والمجموعه بتاعتنا. نروح لاسئلتنا بقى يا كابتن. تردد مؤخرا واحد صالح وشهر كريم عند الزملكاوية، ويقصدوا بيها صالح جمعة ورمضان صبحي. هل ممكن تشوفهم في نادي الزمالك؟ لا صعب. لا صعب قولا واحدا. طبعا طبعا، حتى المبلغ كمان رمضان تقيل شوية. المبلغ تمام. كمان عشان بس كان ممكن في صالح كان أقرب شوية. ما أنا هقول لك. رمضان صعب، رمضان ايا كان يعني ناشئين اهلي خلاص يعني، وعمل اسمه في النادي خلاص يعني، هو موضوع منتهي يعني. ده مفروغ منه. انما صالح ممكن كان راجل افريقي واحترف فتره بره، مش واخد الفرصه كامله، فكان مش واخد الفرصه، فممكن ان هو لعيب طبعا لعيب كويس جدا، مهاري يعني. كوره يعني بتكلم عن الفنيات، لا لعيب كوره. ايوه ف بس الحته اللي بره الكوره هي اللي مخليه فيه عنده مشاكل شويه. بعيد شويه بالظبط بالظبط. والنادي الاهلي برضه فيه التزام شويه كابتن حسين. النادي الاهلي ونادي الزمالك ولا زمان في التزام، ولو أكيد. ما فيش التزام هتبص تلاقي في عندك في ولا كل مجتهد نصيب يعني. بالزبط. انت لازم تتعب عشان تاخد. لا هي هي سنه الحياه كده. طيب برضه هناك في كلام عن نادي الزمالك، ان الزمالك هل سيخطف رجب بكار وعبد الله بكري من بيراميدز؟ بص، اولا هو انت محتاج بقالنا فتره امير يعني ماشي كويس بخطه كويسه. تمام. يعني حتى لو هو مش في المجال، بس على الاقل بينتقي الاماكن اللي هو عايز فيها، اللي عندي فيها نقص. تمام. ودي ميزه. ما كناش يعني الاول كنا يلا هي صاف فلان حلو يلا ماشي كويس قوي وعامل مباراه كويسه فاخده. لا يعني انت محتاج، والاثنين هم بسم الله ما شاء الله بقالهم يعني فتره ماشيين يعني خطى كويسه جدا. ماشيين كويس جدا جدا الاثنين. اذا كان خصوصا انت بقى كنت بتلعب في مركز عبد الله بكري، فانت شايف مستواه وتقدر تحكم عليه. بالظبط، الاثنين ماشيين في مستوى كويس قوي. حته نص الملعب برضو جميل. ورجب بكار باك رايت، انت محتاج الحته دي. الاثنين دول محتاجهم في نفس طبعا محتاج المكان ده جدا يعني. طيب عندنا برضو نأجل شويه تصريحات المستشار مرتضى منصور. في خمس صفقات اعلن عنهم، اللي هو المسلوسي. مين تاني برضه يا كابتن؟ بص، في اري بابل برضه لاعب كويس. تمام. هل الصفقات دي تمت ولا لسه فيها مفاوضات؟ بص يا يعني؟ كابتن، احنا ما دام ما شفناش مستند او ما شفناش عقد او كونتراته معمول، يبقى لسه مفاوضات. انا كده لسه مفاوضات. زي ما مثلا على الناحيه الثانيه، لما هنلاقي مثلا طاهر محمد طاهر مثلا كصفقه للنادي الاهلي. تمام. احنا شفنا ايه؟ شفنا طاهر محمد طاهر، شفنا عقده، شفنا خلاص. يبقى احنا كده وجميع الصحف اعلنت ان طاهر في النادي الاهلي، خلاص موضوع منتهي المفروض. اما الصفقات الخمسه لحد الان لسه ما تمش. حلو لما اعمل صفقات بالاحجام دي والاسماء ديت، ماشي حلو كويس، بس لسه ما تمش. اكد لي بقى المعلومه عشان تثبت عندي. تمام. طيب نروح برضو الحته، احنا طبعا الكابتن حسام خلاص اتجه للتدريب. إيه نادي الزمالك كان موجود الكابتن سامي الشيشيني. رجع دلوقتي وامير عبد العزيز. كابتن امير عبد العزيز من قبله، وبعدين دلوقتي لا هو كان معاه امير، كان معاه ودلوقتي تم تعيين الكابتن احمد عبد الرؤوف. تمام. طيب فين الكابتن حسام من نادي الزمالك، سواء بقى في فريق اول او قطاع الناشئين، ولا انت ما بتفكرش في دي؟
لا هو انا طبعا حاجه عندي الكوره دي حاجه تانية خالص. اه انا ممكن اكون واخد فتره في الاعلام شويه يعني، تمام ان شاء الله باذن الله يعني احتمال يكون في من خلال حضرتك يعني تمام ده ان شاء الله. خلاص ده انت تبقى اعلامي جامد يا ليك. اه ربنا طبعا يخليك، ده شرف طبعا ليا طبعا، بتعلم منك وبتعلم من ربنا الناس يخليك. الاعلاميين المحترمين يعني. برنامج هنعمله يعني ان شاء الله باذن ان الله شاء يعني. الله. فبس انا الفتره اللي فاتت عشان كورونا وكلام من ده، انما ايوه انا واخد حته الاتجاه يا كابتن احمد ان انا بمسك الفرق الدرجه الاولى يعني. تمام. انا قعدت فتره طويله جدا مع الدورات التدريبيه الدوليه اللي انا عملتها. طيب اتفضل نروح برضو فضل. احنا معانا بقى ان حظنا حلو معانا اللي هم الحريفه او الحريفه كمان. طبعا طبعا كابتن عمرو انور، مساء الخير. اهلا وزمالك وانا صلاح كابتن عمرو. الو الو، مساء الخير يا كابتن عمرو. مساء الفل، ازيك يا كابتن احمد؟ ازيك حضرتك؟ عامل ايه؟ معايا الكابتن حسام عبد المنعم. بحيي حضرتك وبحيي حسام، اهلا بيك. ربنا يخليك. كابتن عمرو انور نجم من الزمن الجميل ولاعب نص الملعب بقى اللي كان الجمهور بيحب يتمتع بقى بالسروهات والبينيات واللمسه الواحده. فينك يا كابتن عمرو؟ احنا ما شفناكش من زمان وبتوحشنا بجد. ربنا يخليك طبعا ويبارك فيك على الكلام الحلو ده. لا ده حق حضرتك. لا يا ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يخليك. انا موجود بس انت عارف طبعا الفتره اللي فاتت دي المشاكل بتاعه الكورونا، ايوه، فخلت الناس كلها كله متحفظ محتجبه شويه كده. أيوة. دي حقيقه. أيوة. فعلا دي حقيقه فعلا. معانا اربع اسئله للنادي الاهلي يا كابتن عمرو، ونتمنى ان احنا نسمع اجابات حضرتك. اتفضل. طبعا المشهد الاخير والجدل اللي موجود بين الاهلاويه والزملكاويه وملف القرن، حضرتك شايف القضيه دي اخرها ايه؟ والله انا يعني اولا انا مش شايف ان في جدل من طرف النادي الاهلي. تمام. يعني انا شايف ان القصه كلها من المسؤولين في نادي الزمالك او في جمهور نادي الزمالك. تمام. ان هم بيحاولوا يثبتوا ان هم حق نادي القرن، وده حقهم. انا ما عنديش اي مشكله في ان اي حد يدور على حقه، او اي حد من وجهه نظره شايف ان ده حق انه يدور عليه، او ان هو يحاول يعني يثبت ان الكلام ده مظبوط. انا ما عنديش اي مشكله في الكلام ده. تمام. ولكن هي القصه في الاول وفي الاخر اللي انا بس عايز الناس كلها تعرفه او يوصل للناس كلها ان النادي الاهلي مش طرف في الموضوع. فعلا. يعني طبيعي يعني طبيعي ان انا النهارده اذا كنت انا في مكان اي مسؤول في نادي الزمالك بدور على حاجه شايف من وجهه نظري انها حقي، انا شايف انه مش من المفروض انه يقحم النادي الاهلي في اي كلام او في اي تعليقات او في اي تلميحات، لان النادي الاهلي انا شايف ان النادي الاهلي مش طرف في الموضوع. النادي الاهلي ما راحش خد نادي القرن. تمام. النادي الاهلي ما يعني ما حتى برضه يعني انا هتفق مع كلام حضرتك يا كابتن عمرو، حتى لو النادي الاهلي سعى ان هو يبقى نادي القرن وانت لا متظلم اذهب للمحكمه الرياضيه. معلش معلش انا معلش انا عندي تحفظ في القصه دي. النادي الاهلي ما سعاش للنادي القرن ما ولا فكر في القصه دي ولا في اي حاجه. لا في وقت من الاوقات المسؤولين في الاتحاد الافريقي حطوا معايير معينه ينطبقت على النادي الاهلي، وعلى هذا الاساس النادي الاهلي اخذ نادي القرن او استحق نادي القرن. وانا اقصد نادي الزمالك عنده مشكله او شايف ان الكلام ده مش مظبوط، او شايف ان المعايير اللي حطها الاتحاد الافريقي دي تمام ما هياش مظبوطه، انا شايف ان نادي الزمالك يخاطب الاتحاد الافريقي يحاول يبحث يعني عن حقه زي ما هو بيقول من وجهه نظره بالطرق الشرعيه، ولكن النادي الاهلي ملوش اي دخل في الموضوع. فعلا ولا أنا من المفروض النادي الاهلي يقحم نفسه في الموضوع ده ولا يتكلم في الموضوع ده ولا يحصل اي جدال زي ما حضرتك قلت في بدايه الكلام. تمام. انا هو ده بس القصه او النقطه المهمه اللي انا عايز اتكلم فيها. وفي محكمه دوليه يا كابتن عمرو، في محكمه دوليه، في محكمه دوليه يا كابتن عمرو، انت متضرر. ما هو ده يعني ده ملخص كلامي، ملخص كلامي ان انا بقول ان حضراتكم المسؤولين في نادي الزمالك في طرق شرعيه المفروض حضراتكم تسلكوها، ان تمام. كان عن طريق الاتحاد الافريقي، ان كان الاتحاد الدولي، ان كان الكاس، المحكمه اللي هي الرياضيه، اي طريق من الطرق دي حضراتكم تسلكوه. تمام. ولكن في الاول وفي الاخر انا وجهه نظري مش هتتغير. النادي الاهلي ما هوش طرف في الموضوع، النادي الاهلي ما سعاش للقب، النادي الاهلي مش مستني القاب، النادي الاهلي يعني ما يعني الدنيا كلها عارفه والعالم كله عارف مين النادي الاهلي. تمام. انا شايف ان الموضوع واخد اكبر من حجمه فعلا. لو ما كانش الاعلام اهتم بيه، لو ما كانش السوشيال ميديا اهتمت بيه قوي، ولو ما كانش بعض المتعصبين
كبروا الموضوع. انا شايف الموضوع كان هيمشي في سكه تانيه خالص غير كده، وما كانش هياخد الاهتمام والجدل اللي داير ده كله خالص. تمام يا كابتن. طيب نروح لسؤال اخر يا كابتن. طبعا حضرتك بقى كنت نجم نص الملعب في النادي الاهلي، ايه رايك في صفقه طاهر محمد طاهر الاخيره، وهل هيتفوق في النادي الاهلي؟ بص شوف، انا يعني اتعودت ان انا ما احكمش على حاجه قبل ما اشوفها بعيني. تمام. المؤشرات بتقول ان طاهر لعيب كويس، لعيب جيد، اثبت وجوده سواء في المقاولين العرب او في المنتخب الاولمبي. تمام. ولكن في اوقات كتيرة جدا لعيبة بتبقى كويسة جدا في المكان اللي هي موجودة فيه. أيوة. بتروح مكان تاني ما بتقدرش تتأقلم فيه. مش هقول انها، طب هل ممكن التيشيرت الاحمر، هل التيشيرت الاحمر يبقى تقيل شوية على الكابتن طاهر محمد طاهر؟ ما نقدرش نحكم دلوقتي يا كابتن احمد، ما نقدرش نحكم دلوقتي، لازم نشوف. يعني لازم نشوف بعينينا، وهو عليه مسؤولية كبيرة جدا، عليه مسؤولية ضخمة جدا. تمام. زي ما انت قلت، الفانيلا بتاعت النادي مش أي حد يستحملها، مش أي حد يقدر يلبسها، مش أي حد يتألق بيها. إذا كان هو عايز يكون ليه بصمة في النادي، وعايز يكون من النجوم اللي هيمروا على تاريخ النادي، لازم يجتهد، ولازم يتعب، ولازم يفهم إن اللعب في النادي الأهلي غير اللعب في النادي المقاولين العرب. مع كامل احترام النادي المقاولين العرب، أنا بتكلم كنادي اهلي كنادي جماهيري، ما بقولش ان النادي الاهلي افضل من نادي المقاولين العرب ولا اي حاجه، ولكن اللعب في الانديه الجماهيريه بيختلف تماما عن اللعب في العين عليه على طول يا كابتن طاهر، يعني يا كابتن عمرو. ايوه بالظبط. وخصوصا لما يكون جمهور بحجم جمهور النادي الاهلي بيسعى دايما للافضل، للاحسن، للبطولات. فانا شايف ان هي هتبقى مسؤوليه كبيره، لازم يكون هو على قد المسؤوليه، ولازم يعني يبذل اقصى ما عنده علشان يقدر يثبت وجوده، ويقدر ان يكون ليه مكان في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. تمام يا كابتن عمرو. اخر سؤال معانا برضه يا كابتن عمرو. نجم النادي الاهلي اللي هو الحريف ايضا الكابتن صالح جمعه، وعدم اثبات قدراته، او هو طبعا قدراته ما شاء الله لعيب جامد جدا، ولكن هو كان بعيد الفتره السابقه. هو بدا يدخل دلوقتي التدريبات مع الكابتن فايلر، وده برضه بتعليمات من الكابتن فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. انت شايف صالح جمعه هل امكانياته هو مقصر في حق نفسه يا كابتن عمرو؟ اكيد يعني هو الكابتن، ما فيش حد عنده خلاف على امكانيات وقدرات صالح جمعه. ولكن انا النهارده لما يبقى، يعني انا عندي دايما يعني تعليق اقول، انا النهارده اللعيب اللي يبقى عنده امكانيات في الكوره عاليه ويطلع منها حاجه بسيطه او حاجه صغيره، مش هيكون له مكان موجود في الملعب. الكوره دلوقتي ما بقتش كوره بس، ما بقتش امكانيات بس، ما بقتش مهارات، ما بقتش لمحات، لا، الكوره دلوقتي بقى فيها واجبات، وبقى فيها جزء بدني كبير جدا، وبقى فيها تمام. يعني الكوره دلوقتي بقت بتعتمد على القوه والسرعه بشكل كبير جدا. يعني احنا لو رجعنا برضو، لو رجعنا يا كابتن عمرو بعد اذن حضرتك للجيل بقى بتاع حضرتك، الكابتن عمرو انور، الكابتن بدري رجب، الكابتن محمد عبد الجليل، طبعا كانوا مهاريين جدا، يعني انا كنت تقعد تستمتع بالثلاث لعيبه في نص الملعب. بس كان، هل العامل البدني كان قليل شويه يا كابتن عمرو؟ مش قليل. أيوة. الوقت برضو اللي احنا لعبنا فيه كانت المهارة بتطغى شوية عن العامل ده. فعلا. انما دلوقتي الكرة اتغيرت، والكرة اتطورت، والكرة بقت اسرع بكتير من الوقت اللي احنا كنا بنلعب فيه. فعلا. فلو النهاردة لعبت الكرة ما قدرتش انها تجاري السرعة والقوة اللي موجودة دلوقتي، مهما كانت امكانياتك الفنية مش هتقدر تطلع منها حاجة. طب وده اللي احنا كلنا كنا متاخدينه على صالة. يعني ما ينفعش يبقى لعيب بالقدرات دي وبالامكانيات دي ويبقى هو مهمل في حق نفسه ومقصر في حق نفسه. ان في الاول وفي الاخر خلينا واقعيين، مفيش مدرب هيبقى عنده لعيب بحجم صالح جمعه وهو محافظ على نفسه وبيقدر يؤدي الواجبات بتاعته داخل الملعب وهيقعده او مش هيقعده. صالح جمعه وصل لمرحله انه ما بيتحطش في المعسكرات، مش ما بيتحطش في بره في ال 18 بالظبط. صح صح بالظبط. ودي حاجه، يعني دي حاجه ما حدش قادر يعني يستوعبها على لاعب بحجم وقدرات صالح جمعه. اتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله يكون هو اتعلم واستفاد واستوعب الخساره اللي هو خسرها في الوقت اللي فات ده، والوقت اللي هو قعد فيه بعيد عن الملعب فتره طويله دي كلها. اتمنى ان شاء الله ان دي تكون بدايه جديده لصالح جمعه، يقدر يثبت وجوده ويقدر يكون ليه مكان في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي، وده هينعكس ان شاء الله على منتخب مصر ان شاء الله. كل ما يبقى عندك لعيبه جيدين ولعيبه مهاريين وعندهم قدرات عاليه في الكوره، اعتقد ان ده هيصب في الاخر في مصلحه منتخب مصر ان شاء الله. نجمنا الجميل الكابتن عمرو انور، شرفتنا ونورت برنامج الكوره والجماهير. ربنا يبارك فيك، وانا بشكرك جدا وسعيد جدا ان كنت معاك وكنت مع حسام. احنا اسعد يا كابتن. ربنا يبارك فيك. شكرا يا كابتن.
طبعا بنعتذر لنجم مصر الكابتن حسام عبد المنعم. ده مداخلات جميله. لا لا بس انا عارف روحك رياضيه طول عمرك. نجومنا نجومنا طبعا. طبعا نروح عايز ابارك طبعا لاحمد احمد ابو رؤوف، لانه برضو ابن برضو من ابناء نادي الزمالك وناشئين نادي الزمالك. ايوه. وان هو يبقى موجود طبعا في الفريق الاول، كل ما يبقى في واحد من اخواتنا واصحابنا اللي موجودين يبقى ده. انت دي روح رياضيه بقى، انت بتساعد زمايلك. طبعا طبعا طبعا. مين موجود مش هتفرق، انا مش فارقه بالنسبه لي. أيوة مين. أيوة. يعني المهم الكيان، انا يهمني الكيان. فطبعا انت مالك التوفيق ان ربنا كرمك. تعودنا عليك طول عمرك كده حتى ربنا. وانت لاعب برضه الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. فطبعا ما كملناش في حته التدريب. خدنا فتره مع الدكتور محمود سعد. أيوة. مع الدورات التدريبيه وعملناها، وعملنا دورات دولية. أيوة. وبعدين اشتغلت طبعا في قطاع ناشئين حوالي. أيوة. 5 سنين ما شاء الله. من بعد الثورة ده في نادي الزمالك بالظبط. ومن بعدها بدأت أشتغل على الحتة، لأن أنا خلينا صريح، أنا ما عنديش علاقات أو ما عنديش مصالح. أيوة. طب ما نجيب لك وكيل لعيبة كده. مش لا مش كده يعني. لا مش وكيل لعيبة. أنا لو وكيل عندي وكيل مدربين قصدي يا باشا. مش على كده، هي القصة كلها في إيه؟ إن أنا. أيوة. لو رحت حتى عشان امسك في قطاع ناشئين لازم اسم برضو كويس، وانت ومعاك السي في بتاعك وكل حاجه مهما. أيوة. كان برضو. أيوة. فانت في الاواخر لازم تطلع المستشار. لازم لازم يعني لازم. اللي هو اللي هو يعني ومفيش. طيب. الحمد لله فضل ربنا مفيش حاجه بيني طبعا، بس انا يعني طب وليه انت ما تجيب الراجل دوت عشان انت عارف ان هو قيمه وعارف. تمام. ان هو اسمه وعارف. فاشتغلت على حته الدرجه الاولى. فالحته الدرجه انت الاولى انت مميز فيها دلوقتي يا كابتن حسام. الحمد لله اشتغلنا في اشتغلت مدير فني ممتاز درجه ثالثه. أيوة. ثالثه مش ثانيه. آه. واشتغلت مع بشوي، اشتغلت مع العياط ان شاء الله. اللي جاي يبقى ممتاز. اللي جاي بامرك يا رب. يعني انا زي ما حضرتك بتقول لي على سؤالك انت فين الفتره ديت. أيوة. او من نادي الزمالك، ان شاء الله باذن الله هشتغل برضو على الحته بتاعه ان شاء الله الممتاز به. في عندي اكتر من عرض يعني، وربنا يسهل ان شاء الله باذن الله على ده في الموسم طبعا ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. برضو موضوع مسيء يعني مسيء بقى، احنا ما نحبش نتكلم فيه بس كان لازم اتكلم معاك يا كابتن. التنمر اللي بالنسبه للكابتن عمرو السوليه وبنته البنوته الجميله الصغيره، معانا حتى صور يا اميره بعد اذنك نزليها. طب. تقول ايه في الموضوع ده كابتن؟ ماله بنت يعني كلام يعني ما ينفعش ان احنا نقوله، ولكن حد يعني لو انت معاك الرسائل يا اميره نزليها. نزليها. هي مش واضحه قوي. حد يعني حد بيتكلم عن بنت عمرو السوليه. لا طبعا يعني ده يعني ده يعني هو منزل بنته معاه في صوره. فحد في التعليقات بيقول له مثلا تعليق لا يليق ببنت صغيره عندها 3 سنوات. يعني تقول ايه بالنسبه في الاول اخر دي للناس اللي هي بصراحه يعني مش عارف هم بقوا بيفكروا ازاي. يا كابتن احمد احنا للاسف بنستعمل السوشيال ميديا غلط فعلا. خطا جدا. دي بنت عندها 3 سنين وبعدين ده بنتي من بنت اعتبرها بنتك مثلا. اعتبرها اختك الصغيره فعلا والله كده على حسب سنه هو يعني. أيوه. ملهاش علاقه بقى انت بتحبه وتكرهه وانت اهلي انت زمالك. لا 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 خالص خالص. ده بنت من شعب مصر. أيوة من. أيوة. بنت نجم كمان. مزبوط. حتى لو كان هو اهلاوي او انا زملكاوي. أيوة أيوة. لا طبعا ما ينفعش تنمر على حاجه زي كده. أيوة. تماما يعني انت ترفض الكلام ده تماما يعني. طبعا طبعا. أيوة. ما ينفعش من اخلاقياتنا. احنا قلنا يا كابتن احمد السواقه لازم يكون فيها اخلاق. أيوة. الرياضه لازم يكون فيها اخلاق. الرياضه دي اساسيه يعني كرة. يعني ده الرياضه الاخلاق الاساس. الاخلاق هي اساس. طبعا داخله فيها الرياضه، داخله فيها السواقه، داخله فيها كل حاجه. التعليم فعلا يعني التربيه والتعليم. الاخلاق يعني التربيه الاول وبعد كده التعليم. التربيه وبعد كده التعليم. طيب للاسف يعني نروح لتصريح وتعليق في فقرتنا الثانيه يا كابتن. ومعانا نجوم اسماء كبيره قوي، الكابتن حسن شحاته، الكابتن الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك. كي. الكابتن اسامه خليل، الكابتن طه اسماعيل. نزل لنا كده التويته بتاع الكابتن حسن شحاته يا اميره بعد اذنك. الاهلي هو نادي القرن، حزين على جمهور الزمالك على تصديق كذبه القرن الحقيقي. تقول ايه يا كابتن؟ هو يعني كابتن حسن شحاته قيمه كبيره طبعا، وهو شايف ان الامور اللي بتحصل على الساحه زي ما يعني كابتن عمر انور هو مش عاجبه الوضع يعني، هو حزنه زي ما كابتن عمر انور عمل في المداخله. أيوة. زي ما كابتن رضا عبد العال. زي ما انا مؤكد زي ما حضرتك بتاكد انه لا ما ينفعش ما ينفعش. الجدال كتير قوي. خلاص يعني. بس احنا بنقول يعني زي ما قلت يعني انا ورايا مطالب. بدور عليها ماشي، بس دور حقك حقك تدور. ما اقعدش اتكلم كتير، ما اقعدش اطلع كتير. بس لها طرق شرعيه تسلكها بالظبط. يعني انا زي ما قلت لحضرتك قبل الهواء ان انا
زي ما مع المستشار في حاجات ضد وزي ما انا عندي سلبيات وعندي ايجابيات زي ما يعني هي مختلفه. وانا بحب فيك دي يا كابتن حسام دايما على طبيعي فكرة. لازم مفيش حد معصوم من الخطا ومفيش حد ما عندوش سلبيات وايجابيات. هو عنده ايجابيات وعنده سلبيات نشيد بيها طبعا مش مشكله طبعا في سلبيات هنقول أنا عليها. انا النهارده لما اجي ادور على حقي لا ده راجل تمام ده فعلا اسد بيدور على حقه تمام. انما لما اجي اعمل ان انا انتقد حد تاني او اخش في اعراض في حد تاني لا يبقى ساعتها اقول لحضرتك اقول له اقف اقول له اقف جامد وبقى جامد طبعا وتواجهه. ومش مع الحته دي لان مش اخلاقياتنا الحته دي تمام. انما معاك في حاجات تانية لا انا بدور على حقي ادور على حق نادي الزمالك ادور على حق جماهير نادي الزمالك ادور صح بس في جهات معينه متخصصه فيها زي ما قلنا حراك المحكمه الدوليه ونقفل العمل ونقفل لحد ما يطلع القرار وساعتها لما يطلع القرار اعمل ايه افرح وزقطط ونعمل كل حاجه وهنيجي وهنقعد طبعا صح. طبعا وده حقيقه اتفضل نروح للاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق تمام نزل لنا اميره التويته كان الله في عون النادي وساتحرك كان الله في عون النادي وساتحرك قريبا لانقاذه هو غرقان ولا حاجه هو حاسس ان في غرق تعليقك في إيه الدنيا طبعا يعني هو طبعا كان رئيس فتره طبعا انت حضرته يا كابتن حسين لا ما كنتش موجود يعني هو كان محبين من نادي الزمالك من يعني هو كان من قبل ما احنا لما كنا بنلعب كان دايما بيدعم برضو الحته كان دي يعني يعني بصراحه لان هو كان قبل يعني ما يبقى رئيس نادي قبل ما يبقى رئيس وده حصلت قدامي يعني حقيقه دي شهاده من الكابتن حسام بطوله عمينة. بطوله احنا خدناها وفعلا طلع مكافاه للجهاز ما كانش موجود في المجلس خالص دي ده سبق صحفي عندنا دلوقتي خالص. يعني الكابتن ممدوح الاستاذ ممدوح عباس حصل بمدعم او داعم للنادي سواء داخل او خارج حصلت في بطوله خدناها يا بطوله الدوري يا بطوله افريقيا اعتقد وخد سكور شيت طلع سكور شيت للاعبين والجهاز وطلع المكافئات تمام فهو طبعا من حقه ان هو بيدور هو زعلان على زعلان على اللي بيحصل برضه زي ما الكابتن حسن شحاته برضه في تصريحه برضه باين ان هو بيزعل طيب نروح بقى للنجم الجميل نجم الدراويش الكابتن اسامه خليل طبعا يلا يا اميره جاهزه هو بقول لك شطاره الفوضى في تحايل اساتذتها وبين الاهلي والزمالك احترنا في كلمه القرن. كلامه جميل على فكره. الناديان بيبيعوا الهوى لمشجعيهم لتظل الكره المصريه بشطارتها في مفسديها ومنتفعيها. فعلا فخور بيك يا اسماعيل. تقول له تويته جامده. انت ربيتنا صح. لا تويته كلها. لا 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 تويته جامده جدا. يعني زي ما احنا قلنا وزي هو بيدي رساله يعني. للناديين الكبار للاثنين واللي احنا بنقول عليه وقلناه قبل كده يا جماعه انتوا رموز فعلا. رموز الناديين الكبار هو بيدي رساله بجد رساله جميله والله بالكابتن اسامه خليل يعني هو محب للرياضه المصريه يشكر عليها طبعا وفي الاخر ختمها بالاسماعيلي ختمها وقال لك انا احنا اتربينا صح بالظبط فهل هو لا انا معاه في الموضوع ده لعبت في الاسماعيلي يا كابتن حسين لا الاتحاد لا لعبت الاتحاد خمس سنين وكنت في المقاويه ولعبت سنتين بس مصري ولكن احرزت هدف الفوز اللي هو بطوله الدوري في الاسماعيلي وهدف تعادل في كاس مصر 99 هدف التعادل وخدته كاس 3-1 3-1 مظبوط كان كابتن طه اسماعيل مدير فني طه اسماعيل كان مدير فني الاسماعيلي بالظبط أيوه. وكان لسه محمد صلاح ابو جريشه وخالد ديبو قبل ما يروح وسيد معوض طب نروح لتويتة الكابتن طه اوكي يلا اميره جاهزه مش جاهز معاها طيب كابتن طه اسماعيل بيقول ايه الزمالك عشان كسب بطولتين عايز يبطل كوره تقول ايه يا ريت تنزلها لنا يا اميره الزمالك علشان كسب بطولتين عايز يبطل كوره برضو هو يعني انت عارف كابتن طه برضو دكتور بيحب يدي برضو كده ايه كلام جامد شويه هو يقصد طبعا بطولتين السوبر السوبر يعني. اكيد طبعا يعني ان الزمالك مثلا خد بطولتين سوبر فكفايه علينا كده لا لا مفيش حاجه اسمها كده خالص احنا لسه مكملين والزمالك لسه مكمل والبطوله احنا مكملين اذا كانت في بطوله افريقيا او بطوله الدوري وعمرها ما هتنتهي بالبطولتين اللي احنا خدناهم لان نادي الزمالك كبير نادي الزمالك نادي كبير ولسه في بطولات كتيره نادي الزمالك هياخدها يعني ان شاء الله باذن الله بس احنا بنتمنى من الجمهور يهدى لان انت شايف النهارده في حاله احتقان بين الجماهير وسببها للاسف
الكبار. طيب ما هو ما يعني ما حضرتك قلت الاجابه اهي. ايوه الكبار دول لو احنا عملنا التهدئه أيوة. ما بين الكبار الرموز الكبيره دول وقعدوا في دكتور أيوة. اشرف صبحي وزير ومصطفى بيه مدبولي رئيس الوزراء لازم يبقى موجود والرموز ديت، هتلاقي كل ده هينزل يعني تمام. كل ده هيهدى مع الجمهور. تمام يا كابتن حسام، انت نورت برنامج الكوره الجميل، وان شاء الله هنبارك لك بقى على البرنامج الجديد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله قريب يعني قريب بامرك يا رب. طبعا عندنا الزملكاوي بيفرحوا بالحاجات دي، خلي بالك يعني يقول لك اه ده زملكاوي بقى والاعلام الزملكاوي. فانت بس بنقول لهم دلوقتي بشرى، احنا اول حد يقول الخبر ده في ان شاء الله قريبا الكابتن حسام عبد المنعم برنامج رياضي، مش هنقول على قناه ايه دلوقتي ان شاء الله باذن الله. نورت برنامج الكوره الجميل يا كابتن حسام. بشكر حضرتك طبعا، وبرنامج جميل لكره وجماهير، وانا من متابعين. الله يخليك، وبتعلم انت شرف لنا طبعا. لا والله شرف لنا عمرك وعزك وفريق الاعداد والعمل وقصه العمل كله، وانا بشكره طبعا دايما منورنا كالعاده والله. ربنا يبارك في عمرك بنوركم طبعا، وانتوا يعني قايمين معانا بالواجب. الله يخليك شكل ذوق. مشاهدي ومتابعي الكوره والجماهير في كل مكان، انتظرونا الاسبوع القادم يوم الاحد الساعه 11 مع احمد سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.